جميلة جميلة جميلة. بص خلي بالك ادي العرضية، الاتنين دخلوا في بعض، بقت سهلة جدا جدا جدا، لكن المعلم محمد صلاح خلص اموره كلها ودخل حلو قوي قوي. كان لامين جسامة الباك اليمين داخل جنب كارا عثماني ماني، لكن كارا والعصافيره غادرت الاوكارا ودخلت الكرة في وكرك يا كارا. جميلة جميلة جميلة. الهدف الاول للمنتخب الاولمبي في الدقيقة 13 باقدام اللاعب احمد شرويدة. برافو 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 يا شرويدة، خروج عن المألوف ولا اي حاجة من الحاجات دي. حط له النبي، حط له النبي، والهدف والهدف يا معلم يا ابن المعلم يا معلم يا ابن المعلم. ده انا بصورك من القاهرة يا ابني، والله بصورك من القاهرة يا معلم يا ابن المعلم. انت ما بتطلعش الجمعة يا صالح، ده انت بتطلع كل ايام الاسبوع يا راجل. النهارده السبت، ولو بكره في حاجه هتطلع، ولو الاثنين هتطلع، وهتطلع مصر كلها باذن الله. حلوه 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 يا معلم يا ابن المعلم. صالح جمعه في الدقيقه 68 هدف روعه من قلبك يا طارق. طبعا يا طارق، حلوه حلوه حلوه. استلم الكوره وهدي عليها، واي اي ماني اي اي ماني اي عثماني ماني زمانه بيقول وانا كان بالي. حلوه 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 حلوه. صالح جمعه ميس عن الناس كلها، مسكها قال هديها في اليمين ورجع، قال هديها في الشمال ورجع، قال اتصور.